ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. مشهدا من مشاهد يوم القيامة، لأنه يا أخواننا القرآن ربنا سبحانه وتعالى نزل وذكر فيه ما يحتاج إليه العباد في أمور الدين، وكشف لهم أمر الآخرة حتى ينجح المسلم في هذا الامتحان، وحتى يكون من الناجين من عذاب الله في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول، يطع الله أي يتبع ما في القرآن، ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وسنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فربنا سبحانه وتعالى جلى لنا في القرآن ما نحتاج إليه في أمر الدين مما يكون في الدنيا وما يكون من الجزاء في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى يحكي مشهدا من مشاهد يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. الإنسان يا أخواننا في الآخرة حيشوف مشاهد عظيمة ربنا حكى لنا في القرآن. من هذه المشاهد ربنا قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، أي يا ويلي وهلاكي، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، يعني عن القرآن ضلاني منه، بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ففي مشاهد عظيمة، من هذه المشاهد قول الله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. من هذه المشاهد قال الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين إلى قوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ففي مشاهد يا أخواننا في الآخرة، مشاهد طيبة يتمناها المؤمن ويعمل من أجلها لما فيها من الفوز والنجاة، وفي مشاهد نسأل الله العافية والسلام. ودائما يا أخواننا المسلم يتجرد لو دار ينتفع بالقرآن، تتجرد تخلل في قلبك كلام الله أول وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشهد ده يا زول ما اتبع القرآن
ولا اتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال ويوم، أي في ذلك اليوم العظيم. ويوم هذه على التفخيم لأنه يوم صعب. ربنا قال يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. قل لهم الأولاد ديل شيلوهم، عذبوهم بدلي، وصاحبته مرته وأخيه اللي تربى معه وفصيلته التي تؤويه، أهله اللي بتقوى بهم كلهم يدخلوهم النار وهو ينجو. لأن أخواننا اللعب ده ما في الدنيا بس، والعلاقات بين الناس في الدنيا، فما لنا من حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما في صاحب مقرب يشفع لنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. عشان كده في اليوم ذاك ما بينفعك أحد إلا أن يرحمك الله وأن يتقبل منك أعمالك الصالحة. فربنا سبحانه وتعالى قال ويوم يعض الظالم على يديه من الندم. العلماء قالوا الإنسان إذا تحسر على فوات أمر في الدنيا يعض على إصبعه. يقول لك لو تاجر، يقول لك والله كان في بيعة، كان في بيعة، فلان نصحني أخشها أنا ما خشيت. يقول لك والله الواطدي زمان أجدادنا قال لنا يا أخي أحجزوها، ما حجزنا، بيقوم بعض على أصبعه على فوات هذا الأمر. وأمر الدنيا بيتعوض، الواطة بتتعوض والتجارة بتتعوض والدنيا بتتعوض، أما أمر الآخرة فلا يتعوض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فلو أن لنا كرة، يعني رجع للدنيا، فنكون من المؤمنين. فالعلماء قالوا بيأكل الدين من الحسرة والندم إلى أن تصل إلى مرفقيه، محل الوضو هنا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريت لو اتبعت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي منعك من أن تتبع طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واضحة ظاهرة، القرآن والسنة، يعني ما في حاجة. وأي ذل ما ممكن يا أخواننا يصل لربنا إلا إذا اتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الدائر ينجو ودائر الآخرة. عشان كده في حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فجاءته ملائكة فقالوا إن لصاحبكم، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل ابتنى دارا، زول بنى له بيت جديد وصنع فيه مأدبة، بعد ما بنى البيت شكرا لله ضبح، عمل له وليمة وعزم الناس ورسل زول يعزم الناس، ابتنى دارا وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. شوف المثل ده عجيب كيف. ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا الدار الجنة، والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. وفي لفظ فرق بين الناس، معناه شنو الكلام ده؟ فرق يعني بيجي بالحق بين المؤمنين والمجرمين، وفرق بين الحق والباطل. وربنا نزل القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم عشان الموضوع ده. ربنا قال
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين شنو؟ نذيرا. ولذلك ده بيتحسر على عدم طاعته للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا. وهنا فلانا جاءت في القرآن يا أخواننا عامة لتعم من أضل هذا الإنسان عن الصراط المستقيم. فلان قد يكون زعيم كبير، قد يكون شيخ بتاع ضلالة، قد يكون بيجي للناس باسم الدين. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. القرآن بعد إذ جاءني، ربنا قال وكان الشيطان للإنسان شنو؟ خذولا، بيخذله. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة إبراهيم، والعلماء قالوا ده خطاب إبليس للمجرمين في جهنم. ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أصوا يا أخواننا القرآن ما بجامل ولا بدسدس ولا بغش الناس، شام من الدنيا يا نجدت شغلتك تمام مشيت عديل مثل ولوت، ولا قعدت تلف وتدور والقرآن وراك. فربنا سبحانه وتعالى قال وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق. قال لهم ده الصراط المستقيم اتبعوا لتمشوا، ووعدتكم فأخلفتكم، زي ما ربنا قال في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. ما في زول يا أخواننا بيمشي بيقول الله أكبر نويت أن أصلي المغرب لإبليس 3 ركعات حاضرا، ده ما معنى الآية، يعني طاعة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أها في النار كيف؟ لا في واسطات ولا في ناس بيشيلوا منك أوزارك ولا في زول بيوم القيامة بيشفع عليك إلا إذا كنت على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما جيت جريت زول داري يطيع الله ويسمع كلام الله ويسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قمت أنا جريته من إيده قلت له ما تسمع، ما حصل. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم زينت ليكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، يعني ما بمرككم من جهنم، وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولذلك يا أخواننا الزول الداري صلي الله الزول يكون منصف وينظف قلبه وما تخدت لك حاجة. في ناس أول ما تبين للناس الحق وكذا قل لك ده تابع وين؟ أنا ما تابع إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كلهم بيورطوك. والله الذي لا إله غير ما تتبع لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الليلة الناس فرقوها طرق وجماعات وأحزاب كله باطل، طريق واحد بس طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف بنهاية الآيات قال شنو؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. العلماء قالوا هذه شكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أمته. تخيل زول يجي من الأمة المحمدية، يا أخوان نحن بنقول الكلام ده خايفين على الناس، نحن ما هو هاد بتاع مشاكل ولا دارين نجي ننبي الزول، دارين نبين الحق، خايفين على الناس، خايفين على الناس والله. فيتخيل بني آدم يكون بيعبد ربنا سبحانه وتعالى ومجتهد في العبادة وتلقاه بيقوم الليل
وبصوم النهار وتعبان في العبادة وبينفق أمواله وبصوم رمضان مجتهد في العبادة، يجي يوم القيامة يشكوه الرسول صلى الله عليه وسلم. أسألكم بالله ده زول ماشي لقدام؟ عشان كده يا أخواننا ما تغطغط، ما تجامل في دينك، أصو ما تجامل، لأن يا أخواننا نحن كلنا حياتنا واحدة بس. الطريق ده مشينا به صح نجحنا، يا قعدنا نتلولو ونلف يمين ونلف شمال وهنا بنتورط. ولذلك يا أخواننا المؤمن هو الذي يستجيب لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عشان كده يا أخواننا الأمة الآن في الضنك وبيناتهم مشاكل وفتن وبلاوي، بسبب شنو؟ بسبب ترك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين من الناس تجيب لهم حديث يقول لك أنت تابع لوين؟ يا ناس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر سيد ولد آدم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالناس إذا ما نجضت الشغلة دي تمام، إنه الكلام الما فوق له كلام كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمة ما بتمشي لقدام نهائي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، مالهم خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا، ودي كلها يا أخواننا أمنيات، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. طيب ليه ما أطعت الله وأطعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. قال كثير رحمه الله السادة الأشراف والكبراء المشيخة الشيوخ، يعني إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. في الدنيا بدافع عنهم وما بيرضى فوقهم ويشاكل فوقهم، وفي الآخرة بلعنهم. من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر العبادة إنه يدعو الله براه وما يدعو غيره. إذا ندهت قلت يا دي تقول لي الله، تقول يا الله نزل لي مطر، يا الله اديني ولد، يا الله أرزقني، يا الله أفتح علي، يا الله أسترني. من العبادة ما تقول يا فلان، ولو كان هذا الفلان ملك أو رسول أو ولي أو شيخ أو جن أو شيطان، ده ما كلام جماعة ولا كلام رئيس ولا كلام سياسي، لو كان كلامه ما كان اشتغلنا به ذاته، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ناس كثير يدعوا غير ربنا سبحانه وتعالى، يا حتى في السيرة، وده سبب بتاع البلاوي. ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. العلماء قالوا الفساد غلاء الأسعار وشدة المؤونة وجور السلطان وذهاب البركة، بسبب شنو؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. النسوان في السيرة تقول يا أبشرة إن شاء الله راجل مرة، مش دغوني يا أخواننا بقولوها ولا ما بقولوها، في السيرة تدعو غير الله، يا خليك منه إنه صالح ما صالح في الجنة ما في الجنة، ده ما موضوع. هل بيجوز ينادوا؟ نرجع للقرآن عشان ننجو يوم القيامة. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
إنه لا يفلح الكافرون. ربنا سمى البلاد غير الله كافر ليه؟ لأنه ده جحد نعمة الله، لأنه غير ربنا سبحانه وتعالى مهما كان بقى صالح ضعيف ومسكين وبيمرض وبيشقى. عشان كده إبراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون فإنهم أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. قال لهم دي صفة ربنا البستحق العبادة، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وربنا قال الزول ادعى غيره في سورة الأعراف، ربنا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، لأنه ما سمع القرآن، قال له ما تنادي غير الله، هذا جزاء شنو؟ ربنا قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. العلماء قالوا ديل الملائكة اللي بتقبض الروح، قالوا الملائكة، ملائكة بتقول للزول الكان في الدنيا بنادي غير ربنا سبحانه وتعالى، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وين اللي انت بتدعوه في الدنيا كان من دون الله وينه؟ ده لما تجي تمرق الروح. قالوا ضلوا عنا، ربنا قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الآية البعدية طوالي ربنا قال قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. عشان كده أخواننا زول ما يجامل في الدين، الوقعة في الدنيا بيقول لك العرجة بتصلح المشية، ده في الدنيا، لكن في الآخرة هناك ما في رجعة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا سورة المؤمنون إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. ده هنا ربنا طوالي قال قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا. العلماء قالوا يعني الأمة الأخيرة تحصل الأولى، أدركوها، اداركوا معناها أدركوها. قالت أخراهم آخر ناس خشوا النار، بيقولوا لأول ناس شنو؟ شوف القرآن ده ما خلى أي حاجة إلا بيّن لك. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. ربنا قال شنو؟ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم الخشوة أول لأخراهم فما كان لكم علي، أنتوا أحسن مننا بشنو؟ فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ربنا قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. جزاك الله خير، الله يكرمك، جزاك الله. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين. ولذلك أخواننا أنا في مسألة لابد أؤكد عليها، إن أخواننا كون الإنسان يتكلم في الشرك ما معناه يتهم المسلمين، لأنه في ناس كتار لما يسمعوا التحذير من الشرك التحذير من الشرك يقول لك يا زول نحن مشركين. ما يلزم يا أخواننا منه إنه يتهم الناس بالشرك. ربنا سبحانه وتعالى حذر من الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حاشاه أن يقع في الصغائر فضلا عن الشرك، خليك من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الحمام بيقول غفرانك، لأنه في لحظة ما ذكر الله فيها، لأنه ما بجوز تذكر الله في الحمام، فما ممكن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك. فالخطاب لنا، عشان كده ربنا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب دجن ربنا قال بيحبط به الأعمال وما بيغفره
وحرم على الزول اللي بيقع فوق وحرم عليه الجنة. ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الموضوع ده شنو؟ العلماء قالوا الشرك من الشراكة أو الشركة. ناس بيعرفوا المواضيع دي، ناس مشوا دارين يزرعوا واطة، واطة كبيرة. واحد يقول لنا مثلا بجيب البابور وانت جيب التيراب وداك بشتغل الكذب وانا بقطع بعدين لما يجي الحصاد وكده، فهم يشاركوا. بعد ذاك اي زول عنده شنو؟ جزء. فده دي الشركة. اما يا اخواننا في الدين، الشرك هو انه انسان يتخذ مع الله سبحانه وتعالى مخلوق ثاني، مخلوق ولو كان صالح، يدعوه مع الله وداير منه الولد وداير منه الجنة وداير منه الرزق وداير منه وداير منه. فده يا اخواننا ده الشرك بالله.